طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من الموقع بوست: صور مجسدة لمعاناة اليمنيين تفوز بجائزة عالمية. ومن موقع العرب الجديد: وين الفلوس؟ حملة إلكترونية للكشف عن مصير المساعدات في اليمن. ومن أخبارنا المنوعة: الثعابين تجبر رئيس ليبيريا على مغادرة مكتبه. أهلا بكم. الصور المجسدة لآلام اليمنيين لا توصل المعاناة فقط للعلم، بل أيضا يفوز ملتقطوها بجوائز عالمية. فبحسب الموقع بوست، فإن الإيطالي لورينزو توغونيلي حصل على جائزة بولتزر عن التصوير الفوتوغرافي لصور ملتقطة من اليمن. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في خبر أعده الكاتب جيمس إسترن، وهو محرر فقرة قسم العدسات وترجمه الموقع بوست، أن توغونيلي، وهو مصور إيطالي عمل في الشرق الأوسط قبل الانتقال إلى أفغانستان، واستفاد من تجربته في تغطية الصراع للدخول بعمق في الحرب الدائرة في اليمن. ووفقا لنيويورك تايمز، فإن الصورة الأولى لطفلة طيف فارس وهي تلهث للحصول على هواء في وحدة العناية المركزية في مستشفى الصداقة بعدن، ولدت مع اضطراب في القلب يتطلب رعاية مستمرة. لكن الفتاة توفيت بعد أيام قليلة من التقاط هذه الصورة في 21 من مايو 2018. والصورة الثانية لأحد المقاتلين يقف في موقع المواجهة في منطقة الزنوج على الجبهة الشمالية من تعز، والتقطت هذه الصورة في 26 من نوفمبر 2018. بينما الصورة الثالثة لعبد الله عبد الواحد منصور، وهو بجانب رفاقه على الخطوط الأمامية لمنطقة الزنوج، أيضا فقد ساقه في انفجار لغم أرضي على هذه الجبهة منذ عامين، والتقطت الصورة في 26 من نوفمبر 2018. المصور الإيطالي قال: آمل أن تؤدي هذه الجوائز إلى لفت الانتباه إلى الأزمة في اليمن. يستعد مكتب الثقافة بتعز بالتعاون مع بوك تايم، وهو متجر إلكتروني يتعامل مع العشرات من دور النشر العربية بحسب المشاهد نت، لإقامة معرض للكتاب بالتزامن مع يوم الكتاب العالمي بعد توقف دام لأكثر من 5 سنوات. لدى بوك تايم آلاف الكتب لمختلف دور النشر العربية، وفق ما يقول عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافة بتعز للمشاهد، مضيفا أن بوك تايم ستقدم قرابة 4000 عنوان لكتب في التاريخ والثقافة والأدب والترجمة والعلوم والأطفال. يقول سيف أيضا إن تجهيزات أصبحت شبه مكتملة لمعرض الكتاب الذي سيكون حدثا مهما لتعز في إطار الانتصار لمشروعها التنويري. يكتب ياسين سعيد نعمان في صفحته على الفيسبوك عن منطقة بنا، ويصفها بأنها جناح عصي على الكسر، ويضيف: كنت كلما أصل إلى مفترق يريم قادما من صنعاء في طريقي إلى عدن أتوقف في المفترق لأقرر أي الطريقان أسلك. كثيرا ما كانت تدفعني مشاعر قوية تجعلني أحول مقود سيارة نحو يسار الطريق المتجه نحو بنا، على الرغم مما يمنحه طريق سمارة من متعة للمسافر بمناظرها البديعة وشواهقها التي تطل على أودية عميقة تحجبها السحب في كثير من الأحيان. يأخذك الطريق بروعته والذي تتصالح فيه المتعة والخوف، فلا تشعر إلا وأنت في الدليل، ليبدأ حوض إب الواسع بكل ما يزخر به من طبيعة وبنيان. ولكن حينما يتوجب عليك أن تختار طريق السفر جنوبا نحو عدن، غالبا ما يكون لبنا طعم مميز ونكهة خاصة. بمجرد أن تبدأ لوحة خاو بالظهور على قارعة الطريق، يكون ذلك إذانا ببدء الرحلة على طريق صنع التاريخ على حواشيه معالم لا يمكن أن تزول من الذاكرة. على طول الطريق الذي يتوزع بين السهل والجبل، لا ترى بلدة أو قرية إلا ويسكنها صديق ممن يشكلون جزءا من لوحة العمر بكل ما سجل عليها من أحداث.
وحينما تتذكر المزيد من الأصدقاء تضطر أن تذهب بخيالك إلى ما وراء الجبال المحيطة بالوادي، حيث تنام ذكريات لقاءات لا يزال طعم السبايا في الصباح الباكر يوقظ في الروح مشاعر لا يمكن للأيام أن تمحوها. لا تذكر ثورة سبتمبر إلا وذكر معها حوض بنا بمناضليه ومبدعيه وقادته، ولا تذكر الحركة الوطنية إلا وكان بنا المخزن الهائل الذي تدفق منه الرواد الذين أكسبوا الحركة قوة الصمود في مواجهة الاستبداد، ولا يذكر العمران إلا وكان أبناء هذه المنطقة في الطليعة، ومعه يأتي الصوت القادم من قلب الوادي في سبيل اليمن، ثرنا وضحينا وانتصرنا لصوت الشعب والثورة. هذا الجسم الحي الذي شكل على الدوام الجناح الذي حاول أن يحلق باليمن ليستقر به في المكان الذي يليق به، كم حاولوا كسره لكنه ظل يقاوم، وكل مرة كان يخرج أكثر قوة وتماسكا، ويستمر الوعيد القادم من غبار التاريخ. تزايدت وتيرة المواجهات بين الحملة الأمنية وكتائب أبو العباس، سقط فيها عدد من الضحايا المدنيين والعسكريين جنوب مدينة تعز، وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين إن كتائب أبو العباس تواصل مواجهة الحملة الأمنية التي خرجت إلى وادي المدام للقبض على المطلوبين أمنيا في حادثة اغتيال النقيب محمود الحميدي. وفقا للمصادر يقول القيادي في كتائب أبو العباس أحمد الدلالي المكنى بالذرة بنشر أطقم وأطقم وأليات عسكرية في الشوارع والقناصة فوق المنازل بوادي المدام وحارة السواني أسفل قلعة القاهرة. قناصة كتائب أبو العباس شددت عمليات استهداف أفراد الحملة الأمنية والمدنيين بالتزامن مع قصف آليات الحملة الأمنية بالصواريخ الحرارية وقذائف الهاون. أسفرت عمليات كتائب أبو العباس ضد أفراد الحملة الأمنية عن مقتل الجندي عمر عبد الكافي وإصابة الجنديين مهران الصبري ومحمد الحرازي وإعطاب طقم جوار جامع البخاري وطقم آخر في جولة وادي المدام. بالإضافة إلى ذلك قتلت المواطنة عالية الهزيمي في شارع التحرير، وأصيب 4 مواطنين آخرين جوار مدرسة ناصر بشارع 26 سبتمبر، وأحرق منزلان أطراف المدينة القديمة. في سابقة من نوعها أمن لحج يختطف ثلاثة شبان بسبب كلاب، وفقا لموقع عدن الغد الذي نقل عن الصحفي صالح الحنشي قوله إن أمن لحج اختطف الأشقاء خلدون وفارس وأحمد حيدرة منذ 5 أشهر. وحول سبب الاعتقال قال الحنشي إنه بحسب رواية مقربين بدأت الحكاية عند محاولة نقطة أمنية تتبع الحزام الأمني في الخضراء بلحج الحصول على كلبين يربيهما خلدون صالح أحد المخفيين حاليا، لكنه رفض البيع. أفراد النقطة هددوا خلدون بمصادرتهما أي الكلبين، وبعد فترة تحديدا بمنتصف ليلة 11 من ديسمبر 2018 اقتحمت قوة أمنية المنزل وتمكن أفرادها من الإمساك بأحد الكلبين، بينما تعثر عليهم الإمساك بالآخر فقتلوه واعتقلوا الأشقاء الثلاثة منذ ذلك الحين. وقال الحنشي إن الكلب المختطف يستخدمه أفراد حزام أمن لحج حاليا في المداهمات. ظل الخلافة الطويل، تحت هذا العنوان كتب الكاتب العالمي ذا سيفر مقاله ليقوم بترجمته علاء الدين أبو زينة ويعيد نشره في موقع الغد الأردني، وفيه يقول بعد أسابيع من إخراج ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش من آخر أراضيه المتبقية في الباغور سوريا، ثمة نوع آخر من الصراع يدور في المخيمات البائسة للاجئين والسجناء والمنتشرة في جميع أنحاء سوريا والعراق، كما ذكر مؤخرا في تقارير نشرتها صحيفة الواشنطن بوست، فإن الظروف في مخيم الهولش في شمال شرق سوريا تزداد سوءا يوما بعد آخر، وهناك ما لا يقل عن 73,000 شخص يزدحمون في معسكر مصمم لاستيعاب أقل من نصف هذا العدد، في حين أن العديد من النساء في هذا المخيم عشن ببساطة في أماكن حكمها داعش أو لم يكن أمامهن خيار سوى الانضمام إلى أزواجهن في الدولة الإسلامية. هناك مخاوف جدية من فقدان الغرب والدول الأخرى التي لديها الموارد لتقديم المساعدة
اهتمامها بإطراد ونقل تركيزها إلى قضايا أخرى، ولا شك في أن الحاجة إلى توفير رعاية فورية ودعم طويل الأجل للأعداد الهائلة من الناس الذين انقلبت حياتهم ومجتمعاتهم بسبب نوع من الحرب والإرهاب هي التزام إنساني للمجتمع الدولي بأسره. من قصر النظر وما يأتي بنتائج عكسية على حد سواء أن تعمد الولايات المتحدة وغيرها إلى تقليص حجم المساعدات الإنسانية والمعونات الآن، عندما ينطوي إظهار التعاطف والدعم على إمكانية إحداث التأثير الكبير الذي تحدثه القوة الناعمة، وفي الوقت الذي يتبادل فيه قادة العواصم الغربية رسائل التهنئة التي يتملقون بها أنفسهم على هزيمة الخلافة، يبحث مقاتل داعش عن طريق للاستفادة من المعاناة في هذه المعسكرات لتجديد حيوية تنظيمهم. وين الفلوس؟ حملة إلكترونية للكشف عن مصير المساعدات في اليمن، حيث أطلق ناشطون حقوقيون وإعلاميون كما قال الصحيفة العرب الجديد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم وين الفلوس، لمطالبة المنظمات الدولية العاملة في اليمن بالكشف عن مصير أموال تسلمتها من المانحين. المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي قال إن المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني استغلت معاناة اليمنيين وجمعت أموالا طائلة بغرض تقديم المساعدات الإغاثية لهم، لكنها لم تقدم سوى الشيء اليسير. وأضاف المليكي للعرب الجديد أن الهدف من حملة وين الفلوس التي أطلقها ناشطون قبل أيام هو الكشف بشفافية عن مشاريع نفذتها منظمات في اليمن منذ بدء الحرب وحتى الآن، إضافة إلى مراقبة أدائها خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أحقية اليمنيين في معرفة أين تذهب تلك الأموال التي أصبحت ملكا لهم، ولا سيما أنهم لا يروا منها إلا الفتات. الإعلامي فتاح الصلاحي قال إن أموال المنظمات تصرف بعيدا عن الحاجات الأساسية للشعب اليمني، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة بشكل واسع. حروب الطغاة وتصفيق العبيد، عنوان للكاتب باسل طلوزي لمقالة نشرها في صحيفة العرب الجديد، قال فيها: أسوأ زاوية يحشرك فيها الطغاة الصغار أن تكون مضطرا للدفاع عنهم في وجه الطغاة الكبار، وهذه عين الزاوية التي يحشرنا فيها الآن طاغية فنزويلا الصغير نيكولاس مادورو، حين يشرع مخالبه في وجه طاغية واشنطن الأكبر دونالد ترامب، لأنك بالتأكيد لن تؤازر الثانية على الأول، وإلا اعتبرت نصيرا لرأس الإمبريالية العالمية ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. معضلة تشافيز وخلفه تمثلت في قمع كل صوت سياسي معارض بذريعة التواطؤ مع مؤامرات العدو، غير أن تجاربنا الدارسة مع طغاة مماثلين كبدون أبهض الأثمان في حروبهم لقاء وقوفنا معهم تدفعنا إلى التردد ومراجعة المواقف، بل الأهم أنها تجعلنا نقف من دون أن ندري ضد آمال شعوبهم بالحرية والديمقراطية. شخصياً لن تخدعني مزاعم الطغاة بعد اليوم، لأنني ببساطة لن أخون شعوبهم وأقف بالضد من آمالها، ولم يعد يعنيني سقوط هؤلاء المستبدين، لأنني مدرك أن الاستبداد مجلبة للغزاة، وإن اختلفت نظرياتهم واستراتيجياتهم فالطاغية الحليف يستجلبهم للدفاع عنه، والطاغية الخصم يستجلبهم لمحاربته في معارك يعرف جيداً أنها خاسرة حتى قبل أن تبدأ. أما الشعوب المصفقة للطاغيتين فلا عتق لرقابها من سلاسل العبيد. عمل إرهابي جديد يهز العالم، هذه المرة في سريلانكا. موقع عربي بوست قال إن عدداً من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قوة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا أوقعت أكثر من 40 قتيلا ومئات الجرحى. ويبدو من الصور المتداولة سقف إحدى الكنائس وهو شبه مدمر بالكامل، في حين بدت بقاياه على أرضية الكنيسة مع عدد من المصابين وضحايا التفجير. الشرطة السريلانكية قالت إن 3 فنادق بالعاصمة استهدفت في التفجيرات إلى جانب كنيسة ببلدة باتيكالوا شرق البلاد. رئيس سيبيريا يجبر على مغادرة مكتبه الرئاسي والعمل في المنزل، وذلك كما ذكر موقع شبكة البي بي سي، بعد أن عثر على ثعبانين أسودين في مقر وزارة الخارجية، المقر الرسمي لعمل الرئيس. ويضيف موقع الشبكة أنه طلب من كل العاملين في المبنى عدم القدوم للعمل حتى 22 من إبريل.
سميث توبي المسؤول الإعلامي للرئيس قال لبي بي سي: يضم مقر وزير الخارجية مكتب الرئيس، ولهذا أصدرت مذكرة داخلية تطلب من العاملين البقاء في المنزل حتى تتم عملية تطهير المبنى. وبالرغم من وجود مختصين للتصدي للثعابين، قال توبي بأن الثعابين لم تقتل، يوجد ثقب ما تسلل منه إلى المبنى، وشهدت الشرطة وقوات الأمن وهي تحرس مقر إقامة الرئيس الشبيري، كما شهد أسطول من السيارات من بينها سيارات مرافقة لسيارات الرئيس في الانتظار أمام المبنى. وأضاف توبي للبي بي سي: المبنى موجود منذ أعوام، وبسبب نظام الصرف يوجد احتمال كبير لوجود ثعابين أخرى داخل المبنى، والرئيس سيعود إلى مكتبه بعد إتمام عملية تبخيره سواء عثر على الثعابين أم لا. في جولتنا المصورة لهذا اليوم ومن صحيفة الديلي تيليغراف نعرض صورا متنوعة في أحداثها وزواياها، التقطها وفي التقاطاتها وتعبيراتها الجمالية، ومن مختلف أنحاء العالم إلى الصور. الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا يقدمها لنا رسامو الكاريكاتير. إلى الصور. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.